السلام عليكم يا شباب، اهلا بكم في قناه مستر وائل الساينس. ابنائي وبناتي طلبه الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني، هنتكلم النهارده في يونت 1 كونسبت 3.1 ليسون 5، اخر ليسون في هذا الكونسبت، عن الليفنج اورجانيزم ان ديفرنت اكواتيك ايكو سيستم. كل اكواتيك ايكو سيستم في ليفنج اورجانيزم مختلف عن الاكواتيك ايكو سيستم الثاني. قبل ما نبدا الدرس تعالوا نشوف الاكتيفيتي دي. بوترو اور فوكس رين ووتر اند بيز ار بارت اوف ليسوسفير. احنا قلنا ليسوسفير هو الاسم الثاني لجيوسفير، فهل الرين ووتر والبيز تبع الجيوسفير؟ الكلام ده رونج. ستريمز كونتين فريش ووتر، الكلام ده ترو. وايل سيز كونتين سولتي ووتر، الكلام ده ترو، وبالتالي الجمله دي كلها ترو. In this activity, we are going to compare between some characteristics and species, يعني living organisms, that live in three different aquatic system أو aquatic ecosystem, which are ponds, streams, وocean. يعني احنا هنشوف الكاركترستيك بتاعت كل واحد من دول، وانهي species of living organism بتعيش في كل واحد من دول. نبدأ بالبوند. خدنا احنا قبل كده ان البوند دي فيها fresh water، فبقول لك type of water fresh water. طب الووتر موفمنت، احنا خدنا في الليسون اللي فات ان البونز والليكس الووتر فيهم بتبقى ستيل ووتر، ميه ما بتتحركش، فبقول لك ووتر موفمنت زي هاف ستيل ووتر. ايه بقى السبيشيز اوف ليفنج اورجانيزم ذات ليف ان بون؟ ذير ار ديفرنت ليفنج اورجانيزم ذات ليف ان بون ساتش از سام تايبس اوف بلانت لايك ووتر ليلي، سام تايبس اوف ورم بعض انواع الديدان. هنلاقي السلامندر والفروجز. السلامندر والفروج دول يا شباب من الامفيبيانس، بيعيشوا اول طور في حياتهم في الووتر بتاعت البوند، وبيعيشوا تاني طور في حياتهم في اللاند. نتكلم عن الستريمز. طيب اوف ووتر، احنا عارفين ان الستريمز بيبقى فيها فريش ووتر، ووتر موفمنت، احنا عارفين ان الستريمز والريفر الووتر فيهم بتبقى موفابل او فلوينج او رانينج، فبقول لك زي هاف رانينج ووتر. هوير ووتر ان ستريمز بتبقى كول وفلو فاست، بتبقى دايما ساقعه وفلو فاست، بتمشي بسرعه اكتر كمان من الريفر. طيب تعالوا نشوف السبيشيز اوف ليفنج اورجانيزم ذات ليف ان ستريمز. ذير ار ديفرنت ليفنج اورجانيزم ذات ليف ان ستريمز ساتش از كات فيش، سمكه هي شكلها شكل الكات فبنقول عليها كات فيش، والسلمون ونوع من السلمون اسمه التراود. فمين كده اللي بيعيش في الستريمز؟ عندنا تو اكزامبل اهو، كات فيش وسلمون او تراود. نتكلم عن الاوشن والسيز، واحنا عارفين ان التايب اوف ووتر هنا سولت ووتر. الووتر موفمنت، كلنا رحنا البحر يا شباب في يوم من الايام وشفنا ان في حاجه اسمها موجه البحر، فدايما الاوشن والسيز الووتر بتاعتهم بتبقى ان ستيت اوف كونتينوس موشن ان ذا فورم اوف ووتر ويفز، فبقول لك الووتر موفمنت ووتر اوف اوشن and seas in continuous moving state in the form of water waves that crash into shores، اللي بتقعد تخبط في الشاطئ. Species of living organism that live in ocean. There are many living organisms that live in ocean such as. نحفظ بس الاكزامبل اللي عندنا. عندنا حاجة اسمها كلب، الكلب ده اللي هو عشب البحر اللي انتوا شايفينه في الصورة ده. الدولفين، وكمان الاخ الاكبر للدولفين هو الويل، الحيتان والدرافيل، ده الدرافيل اهي وفي الويلز كلكم عارفينها. ستار فيش اللي هي اللي انتوا كلكم عارفين شكلها دي، واخر حاجه بنسميها فلندر فيش او موسس فيش ودي شكلها، وفي انواع تانيه كتير طبعا. طيب نوت، ocean and seas environment include many smaller ecosystem. يعني ايه؟ يعني كل living organism عايش في الاوشن او في السي بيعيش في حتة معينة بدبس معين بتمبريتشر معينة، ما بيسيبش الحتة دي ويروح لحتة تانية. طب ما هو الاوشن او السي اهو متقسم الى smaller ecosystem، تمام؟ اوكي. Ocean water circulate around the world in pattern called ocean current. المحيطات يا شباب الووتر فيهم دايما بتتحرك continuously in the form of current بنسميها ocean current. طيب an example of interaction between biosphere and hydrosphere in the previous aquatic ecosystem is the catfish اللي هي biosphere that live in cool flowing water اللي احنا خدناها عايشة في الستريم، وده كده hydrosphere. طب ما كده يبقى interaction اهو between biosphere and hydrosphere، وهي عايشة في الووتر بقى عمالة تاخد كل النيدز بتاعتها، فبقول لك where they find everything that they need to survive. Check our understanding, but true or false. Dolphins live in pond and stream. الدولفينز بتعيش في الاوشن وفي السيز، فالكلام ده رونج. Ponds and streams contain fresh water. الكلام ده ترو. Water of ocean is constantly moving in the form of waves. الكلام ده ترو.
record evidence like scientist. في نهاية كل كونسبت يا شباب هنتعلم مع بعض ازاي record evidence like scientist. فبقول لك you have learned a lot about how Earth's hydrosphere and the biosphere interact in this activity, which will be repeated at the end of each concept. You will learn how to think like scientist to answer a question about one of the main points of this concept through four main steps. اللي هم question والكليم يعني إجابة هذا question والevidence الدليل بتاعك على إجابة هذا السؤال وأخيرا scientific explanation. المرة دي هنشرح مع بعض هذه الاكتيفيتي. بعد كده الاكتيفيتي دي هتبقى متروكة لإبداع كل واحد فيكو يبدع فيها زي ما هو عايز في الساينس. تعالوا نشوف الكويتشن. الكويتشن بيقول How does Earth's biosphere interact with Earth's hydrosphere؟ الكليم بتاعنا هو إجابة سؤالنا، فبقول لك Your claim should be formed of senses that give an answer for the previous question اللي هو في step number one. اديني مثلا answer كده يقول إن living organism in the Earth's biosphere depend on the interaction with the Earth's hydrosphere to survive. Your evidence. Evidence ده معناه الدليل، ان الكلام ده اجابة للسؤال ده. فبقول لك note you should mention enough and suitable evidence that support your claim. For example, water from rain give plant the water that they need to survive. الhuman والanimal need to drink water to survive. Many animals live in water habitat. Okay يا شباب. Your scientific explanation. دي آخر step ودي بقى متروكة ليك تكتب فيها scientific explanation اللي انت عايزه. Note your scientific explanation should explain your claim and the evidence, introducing some supportive example from what you have learned. اديني example. اقول لك الـ Earth's hydrosphere interact with Earth's biosphere when animal and plant live in a habitat or use it for their basic needs. Plants depend in water to grow. Some animal live in water where they depend on the underwater environment for shelter and to find food that they need to eat to keep alive. Human and animal need to drink enough amount of water to survive. كده يا شباب نكون خلصنا الليسون. المرة القادمة ان شاء الله نحل عليه بعض الأسئلة. ذكروا الليسون كويس. اتمنى لكم التوفيق دائما. الى ما نتقابل على خير. السلام عليكم.